بمغادرة هذه الدنيا من دار الفناء إلى دار البقاء، ولا يبقى إلا وجه الله الكريم. كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. هذه الحقيقة التي ننساها أو نتناساها حتى تأتينا على حين بغتة وعلى حين غفلة، فتخطف حبيبا من أحبابنا أو قريبا من أقربائنا أو أبا من آبائنا أو أما من أمهاتنا. ولا بد أن يأتي دورنا، فماذا أعددنا معاشر المسلمين؟ ماذا أعددنا لمثل هذه اللحظة، لحظة مفارقة الأولاد ومفارقة الأبناء، مفارقة الأصحاب إلى دار الوحشة، دار غرفة الديدان التي لا ينفع فيها مال ولا ولد إلا من أتى الله بقلب سليم. لا ينفعك أيها المسلم، لا ينفعك في مثل هذا المقام إلا توحيدك لله عز وجل وعبادتك لربك سبحانه وتعالى. لا ينفعك في مثل هذا المقام إلا ما قدمت من الأعمال الصالحة. لا ينفعك في مثل هذا المقام إلا ما أديته من فرائض الله سبحانه وتعالى. لا ينفعك في مثل هذا المقام إلا ما قدمت من صدقات وأعمال خير ترجو ثوابها عند ربك عز وجل. والله تعالى يأمرنا جميعا ويقول: وقدموا لأنفسكم، وقدموا لأنفسكم، قدموا لأنفسكم ما ينفعكم عند ربكم، قدموا لأنفسكم ما ينفعكم في قبوركم، قدموا لأنفسكم ما ينفعكم عندما يترككم أحبابكم ويترككم أولادكم ويرجع عنكم الأصدقاء ويرجع عنكم الرفقاء ويرجع عنكم الأصدقاء والأخلاء ويبقى معكم عملكم الصالح. نعم أيها الأحباب، فقدنا في هذا اليوم من أيام رمضان امرأة نحسبها من الصالحات ولا نزكي على الله أحدا، ومن صلاحها أنها تركت خلفها ذرية صالحة نحسبهم كذلك من الصالحين ولا نزكي على الله أحدا. ومنهم شيخنا وأبونا الشيخ يحيى المدغري حفظه الله وبارك في عمره، وإخوانه وأحبابه وأصدقاؤه، تلك العائلة المباركة، عائلة آل المدغري الذين تشهد لهم هذه المدينة بالخير، تشهد لهم هذه المدينة بالأعمال الصالحة. ومثل من ترك من خلفه هذه الدرية الصالحة وهذه الأسرة الصالحة نحسبها أنها لا تزال حية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فمن ترك صدقة جارية فما مات، ومن ترك علما ينتفع به فليس من الأموات، ومن ترك ولدا صالحا يدعو له من ذكر أو أنثى، من ولد أو حفيد، فلا يعتبر من الأموات، لأن الصحيفة لا تزال مفتوحة، لأن الصحيفة لا تزال مفتوحة، ولا تزال الحسنات تصل إلى تلك الصحيفة التي ترك صاحبها أو صاحبتها أحد هذه الثلاثة. فاعمل أيها المسلم، فاعمل أيها المسلم على ما يبقى بعدك، فكلنا مغادرون وكلنا مسافرون وكلنا إلى هذا القبر قادمون، فماذا أعددنا لساعتنا؟ إذا كانت هذه الأم الصالحة المباركة قد تركت خلفها أعمالا صالحة وتركت خلفها ذرية صالحة، فما بالنا نحن نتساءل عن أنفسنا ماذا سنترك خلفنا؟ ينبغي أن نرجع من هذه المقبرة بهذا الدرس، أن يعي كل واحد منا ماذا سيترك خلفه وماذا سيترك من الأعمال الصالحة التي تنفعه في صحيفته. ونحن في شهر رمضان، شهر المغفرة، شهر التوبة، شهر فتح الله عز وجل فيه الأبواب للتائبين، وفتح الله عز وجل فيه أبوابه للعتقاء، ويعتق كل ليلة رقاب عباده
أسأل الله تعالى أن يجعلنا من عتقائه في هذا الشهر العظيم. أسأل الله تعالى أن يرزقنا التوبة الصادقة الصالحة. اللهم ارزقنا يا رب توبة صالحة، توبة صادقة نرجع بها من هذه المقبرة نادمين عازمين على صدق التوبة، عازمين على الإنابة إلى ربنا عز وجل، عازمين على إمضاء ما بقي من هذا العمر القصير في طاعة ربنا سبحانه وتعالى. اللهم تب علينا توبة ترضيك عنا، اللهم اجعلنا جميعا من التائبين، اللهم تب علينا يا رب العالمين، اللهم يا أرحم الراحمين اغفر لنا وارحمنا، واغفر يا رب تقصيرنا، اللهم امح ذنوبنا وخطايانا، اللهم اجعلنا ممن قلت فيهم وقولك الحق إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. اللهم يا ربي اغفر لهذه الأمة الأم المباركة، اللهم اغفر لهذه الأم المباركة، اللهم اغفر لها يا أرحم الراحمين، اللهم يا أرحم الراحمين اكتبها عندك في عليين، اللهم اكتبها عندك في عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنة ولا تجعله حفرة من حفر النار. اللهم يمن كتابها، اللهم يسر حسابها، اللهم ثقل ميزانها بالحسنات يا رب العالمين، اللهم لقنها حجتها يا رب العالمين، اللهم ثبتها عند سؤال الملكين يا أرحم الراحمين، اللهم اغسلها بالماء والثلج والبرد، اللهم ارحمها وارفع درجاتها في عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم يا أرحم الراحمين ارزقنا وأولادها وأحبابها الصبر الجميل. اللهم اجعلنا يا رب العالمين، اجعلنا وشيخنا وأبناء هذه المرأة الصالحة وأحفادها وعائلتها وذريتها وجميع المحبين ممن قلت فيهم وقولك الحق وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. اللهم اجعلنا من المهتدين الصابرين، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لأهل المقابر، اللهم اغفر لهم ما قدموا، اللهم يا أرحم الراحمين اغفر لنا وارحمنا.